خلاص يا عبد الله ما احد البراميل الذي رمته طائرات الهليكوبتر ولم ينفجر. لا بالراحه هو مضروب من هون عشان ما تنكب. لو شيء فاس نفتح عليه ونشيل المواد. يا اخوان كهرباء فوقكم فيها كهرباء يا شباب ديروا بالكم. السلام عليكم. طيارة بعد فوق. 3/7/2014. صور يا ابي صور. برميل. صور. خطوة للطائرات. برميل ابن الحرام. صور. صور.